ان شاء الله. مواقف طريفه في حياه ايهاب عبد الرحمن. تمام. لازم اكيد بينك وبين اصحابك، انا عارف برضو بتوع العاب القوه يا جماعه، برضو هقولها بسرعه، بتوع العاب القوه اخويا جسما ما شاء الله عليهم يعني، في هزار في مواقف، في مواقف اكيد ما تنساش مع حد. هو في موقف طبعا انا عمر ما انساه، ما ينفعش انساه اصلا خالص. كنا في معسكر وبعدين كان الاوضه اللي احنا فيها دي ما كان هي الوحيده اللي ما حدش بيسكنها خالص. ليه؟ الاوضه دي كان توفى فيها لعيب، لاعبين، واحد اتوفى بكهرباء اتكهرب، والتاني كان مش عارف حصل. ده كان فين ده يا؟ كان في المركز الاولمبي. كويس. وكنا في رمضان. كده انت خلصت على المركز الاولمبي؟ لا ده القديم مش دلوقتي خالص، ده كلام زمان خالص يعني قبل ما يتجدد. فهي ما فيهاش حاجه. فكان المركز مليان والاوضه دي اللي فاضيه وكل الناس بتقلق، كان لسه اللي هو المتوفي بالكهرباء ده متوفي قريب. فانا قلت لا يا عم انا هقعد فيها، ما فيش حاجه، انتوا بتهزروا يعني وبتاع، والاوضه المركز عادي. فواحد صاحبي عمل لي ايه بقى؟ فهم اتفقوا مع فريق، كان فريق الهاندبول في الاوضه اللي جنبي. فاتفقوا معاهم. ركب الهاندبول سالني انا. انا اقول لحضرتك بقى، قعدوا يومين ابقى انا نايم كده ومطفي التكييف، اصحى الاقي التكييف شغال. اتاري هم متفقين كانوا بيدخلوا وانا نايم طبعا من التعب انا ما بحسش. طبعا. يشغلوا التكييف او يطفوا ايا يكن، اي حاجه بعملها من عكسها على طول. يومين كده يا جماعه لا اكيد ما فيش حاجه. المهم في الاخر فكان معانا واحد من نوبه كده جميل هو، فدخل راح مطفيين النور كله وراح حاطط فوطه بيضة عليه. الله. بعدين دخل قعد كده لقيت حد بيمشي على دراعي على ظهري كده وبتاع، فبصيت له. فطبعا انا نسيت كل حاجه في حياتي، انا نسيت كل حاجه في حياتي. قمت اجري لسه بنط من الدور الثالث لقيته قاعد يضحك. انا فاكر الموقف ده قسما بالله، انا تقريبا نزلت اجري ورا المركز كله. الدور الثالث؟ بالدور الثالث يعني حطيته الدور الثالث يا ابني. ما اصل انا صحيت بصيت له كده فما شفتش حاجه، لقيته هو. فبصيت على الشباك لقيت الشباك مقفول، رحت بصيت له ثاني وراجع قايم باصص ورا كده لقيت الباب مقفول. طب هعمل ايه؟ مع كل حاجه مقفوله. خلاص. وبصيت له كده طب، وقعد عمال ابص له ومش قادر اطلع كلمه، لا قادر اقرا قران ولا قادر والله كنت هنط من بتاع. طلعت اجري وراه، ما انا فاكر ان انا فضلت اجري وراه من الخوف لعند ما وصلت عند موقف عرب المعادي. لا 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 والله العظيم. وعملت فيه لما مسكت؟ مسكوني كلهم، مسكوني بقى عشان ما عملتش فيه حاجه. كنت هتموته يا ابني. كنت لو كنت طولته كنت بهدلته. المشكله بقى ان هو كان لعيب جري وانا لعيب رمي فاستحاله الحقه. طبعا. فتقريبا انا كنت خلاص هجيبه. كنت هجيبه، ما اعرفش السرعه دي جت منين بصراحه. ربنا خلاص. والواد يجري ويضحك والناس عماله تجري ورايا يمسكوا فيا. قلت لهم انا بضحك على الموضوع. المشكله مش في ده كله، المشكله ان احنا كنا في رمضان فاكيد ما فيش الحاجات دي في رمضان. يعني دي كانت بقى النقطه الثانيه.